بالعكس، بس حتى نفتكر كل الوقت انه الصراحه ثم الصراحه هن العناوين العريضه في هذا البرد. ايوه مزبوط. هنبتدي باول 10 اسئله سريعين جدا. قول. ميمي جمال اخاف من؟ اخاف من الايام الجايه، اخاف من الشيخوخه، لاني انا ما بشوف ناس بيكبروا قوي. انا طبعا كبيره، انا مش صغيره، بس الاكبر من كده بقى تبتدي في حاجات صعبه، فانا بخاف من ده شويه. بحاول يعني ان اللي جاي يبقى كويس بالنسبه لي واتقبله، يعني افضل انا متقبله الوضع. تكوني مرتاحه، واهم شيء واحد يكون بصحه منيحه. انا بقول ده برواز، وربنا بيحط فيه رسومات وتاتشاته، فكل صح. واحد لازم يتقبل الوضع. صح يعني. احب في الرجل صعبه هي شويه، بس انا احب فيه الصراحه، الصراحه ثم الصراحه, الصراحة. وبنقول احنا بنقول الصراحه راحه. لقب المفضل هو اسمي، يعني ميمي جمال. ميمي جمال. وصفي في كلمه. انا راضيه جدا، متصالحه قوي مع نفسي. اغير. اغير من دور اشوفه من فنانه، اتمنى كنت ان انا اعمله او ان انا اعمل الدور ده، بتهيألي كان هيبقى حلو. فتحس ان انا بتجيني من جوايا، بس دي غيره شغل يعني. صح. مش من كل عمل جيد او من دور حاجه حلو. سيئه يعني. لا اتنازل عن. لا اتنازل عن اني اعيش حياه مستقره وسعيده في الفتره اللي انا فيها دي. عيبي الكبير. انا عيبي الكبير بكتم جوايا يعني، ولا بتقدري تتخطيها مع الوقت. خلص ده طبعا خدت على كده. اقرب شخص ليا حاليا بناتي. احب واكره في شكلي. انا بكره في شكلي في هنا شويه حاجات كده طلعوا لي هنا اهو، وهنا في نزلوا لك اصلا. نزلوا لي. ايوه يا سلام عليك. ايوه كده على طول، فنزلوا لي، واخده بالك؟ فلما ببص في المرايه مثل القمر يا ميمي. لا مثل القمر. انا لسني انا كويسه. طبعا. بس انا الحاجات دي بتضايقني، يعني انا عشان ابتدي اشتغل تاني، لان انا بقالي 3 سنين باتش من ساعه حسن وانا ما بشتغلش خالص قاعده، ودلوقتي ابتديت اول حاجه انزلها، يمكن مش هتصدقيني ان انا اول مره انزل النهارده. ان انا اعمل برنامج وابتدي اشوف نفسي عامله ازاي، وبعدين يمكن اسافر اعمل شويه تجميل ولا حاجه، اشيل دولت وارفع، اعمل شويه حركات كده. ده اللي ما بتحبيه. واللي بتحبيه ايه؟ يعني اللي بتحبيه بشكلك ايه؟ اللي بحبه ان انا وشي قريب من الناس. يعني لو قعدت مع اي حد 10 دقايق تحس ان انا بعرفه بقالي كتير. بيرتاح لك وبيخبرك قصه حياته. ممكن يحكي لي على طول. على طول. ممكن. نقطه ضعفي. قلبي. قلبك؟ قلبي حنين زاد عن اللزوم، وابقى قاعده. الجيل بتاع اليومين دول، معلش انا برغي شويه، الجيل بتاع اليومين دول ما عندهمش الحساسيه بتاعتنا. يعني انا كأم لو بنتي خرجت بعد نص ساعه ساعه تلاقيني ايه؟ تغلي. عايزه اتكلم. لو اتكلمت كتير ايه يا ماما؟ هو انا عيله صغيره يعني؟ فانا بحس ان انا قلبي شويه عايز ضعيف، يعني عايز يتلجم يعني. حد يلجمه شويه. الطبع يغلب شو بنقول؟ التطبع. طبعا. ميمي جمال كانوا هو اول 10 اسئله، باقي لنا كم؟ ما اعرفش. 90. 90 سؤال؟ 90. طيب بعد الفاصل الاعلان.